مساء الخير. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم، موضوع مهم للجميع في العالم كله مش بس في مصر، لكن بالأخص للأطفال طبعا وسن المراهقين الشباب، لأن احنا مقصدنا هو التوعية الصحية المتجهة للأطفال والمراهقين. الموضوع هو مخاطر التعرض الطويل للشاشات الإلكترونية، problems of prolonged screen exposure. أظن فهمتوني، وأظن كلنا بنعاني مع نفسنا ربما، لكن أكيد مع أولادنا، من مشكلة التعرض الطويل للشاشات الإلكترونية. خلونا الأول نتفق إن المقصود بالشاشات الإلكترونية هو التلفزيون، الكمبيوتر بكل أصنافه والتابلتس و الموبايل بكل الأبليكيشنز اللي عليه من سوشيال ميديا بيسكال، يعني الفيسبوك سواء من خلال كمبيوتر أو موبايلز، و الفيديو جيمز الألعاب الإلكترونية، كل دي تحت عنوان أو تحت بند شاشات إلكترونية. مخاطر؟ مخاطر. طيب يعني هما الدنيا مش دارية وعمالة توزع وتنتج وتسوق لكده؟ لا، الدنيا دارية، بس زي في كل حاجة في كل واحد بيشوف مصلحته. فإحنا دلوقتي بنتكلم من زاوية الصحة في الموضوع ده. خلوني الأول كده أقول ليه الشاشات الإلكترونية بمصدر خطر. أولا بالمنطق، وزي ما كلنا هنتوقع، التعرض للإشعاع اللي صادر من الشاشات الإلكترونية. الإشعاع ده يعني تصنيفه إشعاعات إلكترومغناطيسية، إلكترومغناطيك راديشن. التعرض لهذه الإشعاعات على المدى الطويل ليه مدار معروفة ومكتوبة ومعروفة من زمان. السبب الثاني اللي بيخلي الشاشات الإلكترونية مصدر خطورة هو الاستثارة البدنية، يعني قد ايه الواحد بيبقى تحت استثارة، هنسميها ستريس. الاستثارة اللي بتحصل نتيجة للتعرض لهذه الشاشات الإلكترونية. السبب الثالث أو المدخل الثالث اللي بيخلي الشاشات الإلكترونية مصدر خطورة هو المحتوى، ومفهوم طبعا من المحتوى هنا المحتوى الغير صحي، سواء كان غير أخلاقي، وهنا مش هنحطه تحت بند غير صحي قوي دلوقتي، لكن الغير صحي يعني اللي هيؤدي، المحتوى اللي هيؤدي إلى مشاكل صحية فيه كده. طيب خلونا نمرة اتنين نتفق، هو ايه المدة الزمنية اللي تخليني اقول ان التعرض للشاشات الإلكترونية زاد عن المدة اللي آمنة اللي بعدها اصبح التعرض غير آمن ودار؟ وهتكلم على مجال الأطفال. في قواعد معروفة عالميا طبيا مبنية على أدلة ودراسات انه قبل سن سنتين من عمر الطفل ممنوع التعرض للشاشات الإلكترونية، زيرو. من سن سنتين لستة مدة التعرض لا تزيد عن ساعة في ال 24 ساعة، يعني من ساعة ما يصحى لغاية لما ينام. من ست سنين لغاية المراهقة، سن المراهقة، مدة التعرض لا تزيد عن ساعتين في ال 24 ساعة. السؤال بيجي هنا دايما، هو ده يشمل كل التعرض ده؟ السؤال التالي، طب يشمل
كمان الشاشات الالكترونيه اللي بنستخدمها عشان نشتغل او في الدراسه دلوقتي في اتجاه كبير في مدارس كتير ان الاولاد او الشباب يعملوا واجباتهم المدرسيه على الكمبيوتر بيتعرض. فهنا يقال وما فيش حاجه محدوده قوي محدده قوي انه فوق اللي انا قلته فوق المدد اللي انا قلتها قد يسمح بالتعرض للشاشات الالكترونيه بهدف العمل او المذاكره لمده مساويه بشروط محطوطه، لكن ده الاتجاه العالمي. ايه هي المخاطر بقى؟ ابتدينا نفهم شويه ونقرب شويه من الموضوع. احنا هنقسم المخاطر عشان نركز فيها الى مجموعتين: مخاطر صحيه يعني تؤدي الى اعتلال الصحه يعني المرض، ومخاطر هنسميها سلوكيه يعني تؤدي الى اختلال السلوك. يعني ايه اختلال السلوك؟ يعني تصرفات البني ادم تكون مش مظبوطه، غير سويه، غير طبيعيه بالنسبه للمتعارف عليه. خلينا نشوف المخاطر الصحيه الاول او الاضرار الصحيه لانها اوضح، وربما هنستغرب كلنا ان دي مخاطر صحيه من الشاشات الالكترونيه. هي اوضح وتصوروا انها ارحم شويه لانها قابله للعلاج. اهم مخاطر هي الانحناءات اللي بتحصل في العمود الفقري، سواء انحناء امامي سواء انحناء جانبي، وده الاخطر والاسوأ، وده طبعا مفهوم انه ناتج عن القعدة الطويلة بوضع خاطئ قدام الحاجات دي. دي مشكلة صحية لدرجة انه مع مدى السنين، مع مرور السنين، الشاب بيضطر يروح لطبيب العظام، والدكتور العظام لو ما قدرش يعالجه بوسائل علاج طبيعي فعلا بيحتاجوا لعمليات جراحية. النقطة الثانية المهمة جدا مشاكل السمنة، اوبيزيتي، تخن. معروف علميا انه الناس اللي بيقعدوا اكتر من 4 ساعات يوميا معرضين للسمنة اكتر من اللي مش بيقعدوا، ومفهوم طبعا السبب من ناحية قاعد فما فيش حياة فيها نشاط وحركة، من ناحية تانية لانه قاعد عمال ينقنق وياكل، وغالبا هينقنق اكل غير صحي، شيبسي وخلافه وحلويات طبعا، فبتؤدي الى السمنة، وده حاجة خطيرة. وفي مصر من اعلى معدلات العالمية في السمنة عندنا. المشكلة الصحية الثالثة مشاكل النظر والعيون، النظر عموما والعيون، وده مفهوم طبعا اسبابها ايه وراجع لايه ومش هتكلم فيها كتير، لكن في مشاكل. مشاكل الرابعة الصحية الضغط العالي، الاستثارة والتعرض للإشعاع والتركيز الشديد فترات طويلة بيساعد الجسم انه يفرز مادة الأدرينالين، ودي بتساعد على ارتفاع الضغط على مدى طبعا السنين الطويلة. مشكلة الخامسة والأخيرة، وجد ان الناس دي عرضة لان يحصل لها أمراض القلب، يعني هنسميها أمراض قصور الشرايين القلبية، أكتر من اللي مش بيتعرض. أنا هبطل الكلام عن المشاكل الصحية كده. المشاكل بقى الغير صحية اللي هنسميها مشاكل سلوكية، وإحنا بنقصد استخدام لفظ السلوكية يعني اختلال في السلوك أكتر من نفسية، يعني اختلال في الحالة النفسية. مشاكل مجموعة المشاكل السلوكية أخطر صراحة لأنها خافية، يعني الواحد ما بيلاحظهاش، وبنبتدي نعتبرها جزء من شخصية البني آدم، وبعدين إصلاحها بياخد وقت طويل إن كانش يكون صعب جدا، لأن الشخصية بتكون اتعجنت وتكونت، والسلوك بيكون اتعمل واتعجن وتكون. المشاكل السلوكية كتير جدا، انا هحاول احصرها لان الكلام فيها طبعا بياخد وقت طويل، ونقدر حضراتكم تقدروا تقروا عنها.
المشكلة السلوكية الأولى هي العدوانية، إن الواحد يكون عدواني، يعني ردود أفعاله قاسية وعنيفة وغير متوقعة في الأحوال اللي كان مفروض ما يكونش فيها عدوان، في كل بقى مجالات الحياة ومع كل الأفراد، شغل، بيت، شارع، مدرسة. مشكلة السلوكية التانية، وطبعا أنا مش هقدر أتكلم عن الأسباب وإن إزاي التعرض الطويل للشاشات الإلكترونية بيؤدي إلى هذا، زي ما قلت ممكن نعم. المشكلة التانية هي الانعزال الاجتماعي، يعني نتيجة أنه هو قاعد ساعات طويلة ومرضي، يعني جواه رضا نفسي، مبسوط، مش محتاج يخرج، مش محتاج يروح ماتش، مش محتاج يمارس هواية، مش محتاج حتى يدردش مع أصحابه أو حتى أفراد بيته، فهو مبسوط لوحده مع الجهاز، مع اللعبة أو المادة اللي هو بيشتغل عليها. على مدى السنين ده بيسبب الانعزال، ان هو يصبح شايف ان الحياة كده احسن ومنغلق على نفسه، وده طبعا ليه تبعيات كتيرة جدا يعني ممكن نقراها. طبعا هلفت نظركم لحاجتين، ان ربنا خلقنا نحتاج الى شيئين مهمين لخلق السعادة جوانا، التواصل الانساني والتلامس الانساني، ودول مفقودين في حالات الانعزال. المشكلة الثالثة هي اكتفاء الانسان بالممارسة دي، بان هو قاعد على اللابتوب او الكمبيوتر وبيلعب لعبة او بيعمل تشاتينج او، فيكتفي عنها ويستغنى بها عن اي شيء اخر، وبالتالي يفقد فرص الرياضة، الهواية، الإبداع، الثقافة، تنمية الذكاء، تنمية المهارات. مشكلة كبيرة. المشكلة الرابعة التعود، ده بالضبط زي السيجارة. طب إيه عيب التعود؟ لا، هو التعود في حد ذاته معناته أني عايز الحكاية دي باستمرار لأني متعود عليها، لما أكون زهقان مش عايز غير دي، طيب، وده دايرة مفرغة. لكن مشكلة اللي أبعد من التعود الإدمان، وبقصد كلمة الإدمان، وجد بالدراسات أنه يوجد إدمان على المواد، على الشاشات الإلكترونية. إدمان معنته إيه؟ إن أنا تعودت، إن أنا بدور على الموضوع، إن أنا لو ما لقيتوش بتضايق وأتعصب وردود أفعالي بتبقى وحشة، وإن أنا قد أخطئ التصرف لو ما لقيتش الحكاية اللي أنا متعود عليها أو مدمنها، وإنه لما بلاقيها بهدى، وإنه أخيرا لو ما لقيتهاش خالص بعمل أي حاجة غلط عشان ألاقيها. وإحنا عندنا أمثلة كتير لناس أخطأوا في الحياة جاست عشان يستمروا على التسلية على الشاشات الإلكترونية. آخر مشكلة سلوكية خالص، الميل أو الانحياز لتقليد هذه المواد. بيحصل تهيؤ عند الشخص إن ده حقيقي، إن دي حياة حقيقية، إن الحرب اللي هو بيلعبها أو الجيمز اللي هو بيلعبها أو المواد اللي هو بيشوفها حياة، يبتدي يتخيل إن دي الحياة وهو دي مش الحياة، فيبتدي يدور عليها ويحاول يعيشها خطأ، تؤدي به ساعات إلى الميل للانتحار. أنا يعني أتمنى أن احنا ننتبه، يمكن مرة تانية نقعد نتكلم إزاي نساعد أولادنا أنهم يتفادوا هذه المشاكل. وشكرا.